الكتابة هم كتير من الأمهات، بيجوني كتير أهالي بيشتكوا إنه ابنهم ما عم يعرف يكتب وما عم يمسك القلم كويس. طبعاً نحن كأخصائيين في مهارات لازم الطفل يكتسبها قبل ما يمسك القلم ويكتب، فنحن منشدد إنه الطفل هاي المهارات اللي ما قبل الكتابة لازم يكتسبها قبل ما نعطي الطفل قلم ونخليه يكتب. لما الطفل بيمسك القلم وإيديه وأصابعه مش جاهزين بيمسكوا غلط، وإذا استمر لفترة طويلة ماسك القلم بطريقة خاطئة بيكون كتير كتير صعب إن احنا نعدلها. في بعض الأنشطة والمهارات اللي بقدر أعطيها للطفل بعمر كتير صغير ليقدر ينمي مهارات الكتابة، يستخدم أصابعه، يلعب فيهم بلايدو، يعمل خرز، يمسك مقص، يلون بالفينجر بينتينج، يمسك أشياء لها تكستشر وملمس مختلف. كل هالأشياء مهمة، واحدة منهم كتير مهمة إنه هو يساعدني بالبيت، مثلا أعطي الطفل رشاش المي يرش الزريعة الموجودة، يساعدني مثلا بيحط المشابك على الهدوم، يمسك يساعدني إنه يكنس، استخدام الإيدين مع بعض كتير مهم. أعطي الطفل بعض الأنشطة مثل إنه يعمل الخرز، مثل إنه يلبس هدومه لحاله، يعمل أزراره. كل هالأشياء كتير مهمة قبل ما يبدأ الطفل يمسك القلم ويكتب. لازم الطفل نشجعه على المهارات الحركية، مثلا إنه الطفل يحاول يتسلق أي شيء قدامه، يحاول يلعب بالرمل، يحاول يمسك المونكي بارز. كل هالأشياء اللي بتقوي عضلات البطن وعضلات الكتف وعضلات الإيدين كتير مهمة ليقدر يمسك القلم ويكتب بشكل كويس. لما الطفل بيعمل هالمهارات اللي ما قبل الكتابة بشكل جيد، ساعتها أكيد ما حيبقى عنده مشاكل بالكتابة. ركزوا على المهارات اللي قبل الكتابة، كتير مهم. أحسن ما أنا أمسك الطفل وهو عمره 3 سنين أخليه يمسك القلم ويحاول يكتب وأصابعه مش جاهزة لهالشي.